يقول السائل: هل من الغلو الإكثار من العبادات والنوافل المستحبة، وبخاصة لمن تدين حديثا؟ وما معنى قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الآية؟ الإكثار من الطاعة باعتدال طيب، إذا كان باعتدال من غير مشقة على النفس، الإكثار من العمل الصالح طيب، وليس هو من الغلو. والقليل إذا داومت عليه صار كثيرا، القليل إذا داومت عليه صار كثيرا، فالإكثار من العمل الصالح مطلوب، ولكن من دون غلو ومن دون تشدد، بل توزع أعمالك الصالحة على يومك وليلتك باعتدال، تجعل لليل عملا وللنهار عملا، وتجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك يعني اللي يزورك من إخوانك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وزع وقتك على حسب أعمالك. الإنسان بحاجة إلى طلب الرزق، حاجة إلى الاكتساب، فيجعل لطلب الرزق وقت، ويجعل للعبادة وقت، ويجعل للنوم والراحة وقت، ويجعل لأهله وقت، ويجعل لزواره اللي يزورونه يسلمون عليه يجعل لهم وقت، يوزع عمله توزيع معتدل، ما يأخذ الوقت كله في العبادة، أو يأخذ الوقت كله لطلب الرزق والتجارة، أو يأخذ الوقت كله بالنوم. لا، الإنسان يوزع وقته، يحط له برنامج، تعرفون البرنامج، يحط له برنامج يومي، وقت للصلاة، ووقت لتلاوة القرآن، ووقت لطلب العلم، ووقت لطلب الرزق والاكتساب، ووقت للنوم، ووقت للجلوس لأهلك ولزوارك، تعتدل في هذه الأمور، تعتدل في هذه الأمور. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. شوف، ما قال لا تبيعون ولا تشترون، بيعوا واشتروا، لكن إذا سمعتم المؤذن فأقبلوا على الصلاة وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لا تجلسون بالمساجد وتعطلون أشغالكم، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني من الرزق، اجمعوا بين العبادة وطلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ديننا دين الخير ودين الوسط، ما هو دين التكلف. فاجعل لطلب الرزق وقتا، واجعل للعبادة وقتا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فدل على أنهم يبيعون ويشترون ويتاجرون، ولكن إذا جاء وقت الصلاة أقبلوا على الصلاة، فإذا انتهت الصلاة عادوا إلى بيعهم وشرائهم. فديننا دين الاعتدال ولله الحمد، لا إفراط ولا تفريط. نعم.